تحية لكل الدراميين في السودان واللي عندهم دورهم العظيم اللي بيأدوه، والشعراء برضو ما بمعزل عنهم وما أقل من الدور العظيم اللي بيقوموا به، ولكل رسالة سامية بيأديها وبيقوم بها، سواء كانت من خلال الدراما والتمثيل، وسواء كانت عن طريق النصوص اللي عندها كثير من انعكاساتها عن المنطقة، قصص وحكاوي وأشعار وحنغوص في بادية كردفان تحديدا، بجمالياتها، بإنسانها، بكثير من التفاصيل الموجودة فيها. مع ضيفين العزيزين، أهلا وسهلا بك الأستاذ والشاعر والباحث أحمد قلباي، أهلا وسهلا بك، مساء الخير. يا مرحبا. بسم الله، ابتديت بخالق الإنسان وسنيت بالحبيب المصطفى العدنان، أتلت بالصحابة كلهم شجعان، وربع بالشروق الشارقة في السودان، ويا شباب سودان نزمجر بالهتافات الندية، يلا أرفع فينا صوتك واطلق النبرات قوية، نحن من أفريقيا سمرة ومن بني يعرب هوية، نادي ناسك في العوالم حلق آفاق الغصية، في بلاد ترهاغ نجلس نفتر الموضوع سوية، لا تفرق لا معارضة لا ظلم لا عنصرية، ويقوى صفنا يبقى واحد والشعور الفينا حية. مرحب بكم قناة الشروق، وهي الأولى في السودان، وربنا يزيدها ويزيدها كثير، والتحية لكل المشاهد في السودان وخارج السودان. نحن والله شاكرين لك شديد، يعني الجمال اللي جاء في المربوعة الفات. كمان ما يفوتنا نرحب بشاعر محمد الأمين ودى الباسط، وأهلا وسهلا بك. مرحب بك أستاذ أمل، ومرحب بكل مشاهد قناة الشروق، وسعيد جدا أن أكون مع صحبة العم والأب والمربي والشاعر والباحث أستاذنا أحمد قلباي، وفي قمة السعادة. أهلا بك، وأدينا نص افتتاح. سلام ليل بادي لي عرب التوايا الدل فوق لقاد جزر باي المغيم ضلوا ترحاب الفوح طيب وعبير وفل حبابهم جملة وين ما كان وين ما حل فيها البادي عربا فوق دفروا ونشوا في النالات مرات عنوق فيها كرارة والخيام شقاق وفروق فيها ما ضمير حاكم قمار القوق فيها تروب ونشم الدار فيها تراث جدود نقداحة والمحار فيها شليل والجحاف وفيها خدار وفيها الصيد روايم بالتواكي وفار فيها دباس وطير الوج حريق وحبار كمان صقر العقال والور وباجبار أب حمروك وطير الفرة ومعكار وفيها القفة زيدة في جد النفار فيها في الوتشاية فيها مجيد وزبي الضمر الجاكات رواية الصيد فيها حرارة بحسك البسوك بلقيد وجمع واسع الصيب هشيم وهوي يا سلام فيها صور دبايبا وشو فيها الحل وليع وقد الغباين وفشوا بعد ما ذلوا من ظهرهم شباح يتعشوا شدوا الجالسة فوق ظهر الكزاز ونشوا فيها الهز يوم نقر النحاس تلوب أسياد راي وما هم ناس عمام وجلوب فيها الغردة والمخلاية والدحلوب وفيها الجحفس أم الحسرة والمغلوب ربعيك مدد العراق شبع النامك رعدي كر شلح حرقوص فج ظلامي نسيمك هبب الفرح طلق نصامك نحلق والنعاكل فوق بروش وعامك الرف الدغش صبه وهطل ساريها كساها القش نضار عزه لبس عاريها طن قوقة ضربان في الفروع قمريها فارابا مفلج رو قوقة العقيد باريها فيك عساف بهبي آداب منور شطل فيك متريس وكفتل بهز بين اطلب أبشر فيك الغام بالغرآن ليالي وبتلو بفدوها الشبك غط في الخلاف ما فتلو فيك تلوب وفيك جراري كم صابرين علي شبكم شرارا حاري فيك الجال بحد بالشقاق بدارك فيك الخد زيلم مع البروق الباري عم ساريك روق وسرف خيرانك حق توتك قلع والسيل لفط فيرانك كرارتك ضللوها قبيل بزر عربانك نعمك فر فوق وطارد الحيراني دفق سيلك دفر والسابق الياضول فتح له مية حنال في الظهار جول طبل واديك قش ورقب القندول غنامك شبيع بات والنعم معقول والنعمك شبيع بات والنعم معقول. طبعا في كلمات هنا في الكلام ده، دي الحاجه اللي انا ذاتي كنت عايزه اسالك منها، يعني كثير من الكلمات دي ممكن تكون هي عندها علاقه بالمنطقه تحديدا. نعم. يعني في كلمات هنا مفروض تدرس لشباب اليوم في الجامعات، لانه في مفردات صراحه ان احنا لو بحثنا عنها هسه المجتمع اليوم لو سالنا بعض الطلبه هسه في الجامعات
من بعض المفردات مثلا انفلجة ذكرها الشاعر. انفلجة دي يعني قد يكون هي يقول حرمة يقول يعلق عنها تعليق ثاني. انفلجة طبعا قاصد بها الناقة. والحسكة هي طبعا عند البعير دائما بتكون من الحديد واحيانا من الجلد. الحسكة لما اذكرها طبعا عندنا في كردفان وعند ناس البطانة برضو نفس الشيء. هي بتكون في البعير وبيفرقوا لها الرسن احيانا. وكذلك الحنتوت عندنا في كردفان وكذلك عند ناس البطانة موجود. يعني في تشابهات بيننا وبين ناس البطانة في اشياء كثيرة جدا. و بادية البطانة وبادية كردفان الاثنين عندهم في نعم كثير من في تشابه كثير المشتركة. تشابه في حاجات كثيرة. الاختلاف في شنو طيب؟ والله الاختلاف في بعض المفردات بسيطة. يعني مثلا ناس البطانة في مسميات بيسموها غير مسمياتنا احنا وما تختلف كثير. يعني احنا مثلا زي الكوراك يقول لك عوك ناس البطانة بيقولوا غوك. يعني هو حاجات بسيطة نفس الوزن لكن طبعا. كذلك الورعام مثلا يعني ناس البطانة بعض منهم بيقول لك يا اخي العوين بقروا عند الشيخ. العوين قصدهم طبعا الاولاد في المسجد وكده. هنا نحن عندنا طبعا بنقول العويله او الاولاد بيقروا عند الشيخ. يعني ما اختلفنا فيها كثير. كذلك بعض الناس مثلا نحن بنقول كاشفات مثلا زي البنات مثلا اذا كان كاشفات رؤوس هنا بنقول كاشفات. هم هناك بيقولوا كافشات. كافشات يعني ما في اختلاف كثير. ما اختلاف كبير وفي تلاقح افكار بيناتهم. يعني بس تلقى الواحد مثلا عاش في كردفان وهو من البطانه يقول شعر ينسجم مع ناس كردفان ويفهموه كل الناس. وتلقى زي محمد الامين مثلا اصحابه من البطانه كذلك يعني جار معاهم في الشعر وجلس معاهم بيقول شعر نفس مفردات البطانه. ما يختلف كثير. يمكن يعني هي جواسم مشتركه في السودان كله لكن بنلقى في تفاصيل لعادات لتقاليد لحاجات ممكن في مواسم محدده موسم رعي موسم حصاد وغيرها من المواسم المختلفه اللي ممكن تكون مختلفه برضو بين باديه البطانه وبين باديه كردفان. كردفان عندها خصوصيتها كمنطقه يعني وعندها تفاصيلها بالابيل بتفاصيل الحاجات الكثيره دي. نعم نعم. شنو من الحاجات اللي بتميز باديه كردفان عن باديه البطانه؟ اللي بتميز عن البطانه مثلا في رباعيه بتقول فوقك ارقسيا ده قريش مشتت ونبق كل عنب يا دا بسدره تحتت فوقك جقلة مرحت في الدبيب توطت فيك البرقة شبعت في مشيان لتت. الأرقسي عندنا في الباجة طبعا كثير وهو فيه سمرة كده زي بتنتج زيت طبعا. والسدر عندنا طبعا في كردفان كثير كثير في الباجة. هنا شبه النبق بالعنب. وكذلك يعني الجقلة فوقك جقلة مرحت في الدبيب توطت وفيك البرقة شبعت وفي مشيان لتت من السمن. فما بتختلف كثير يعني. لكن أرض البطانة طبعا عبارة عن سهول وكردفان فيها وديان وأشجار وغابات و... جميل. نعم دي طبيعة المنطقة دونا عن غيرها. ويمكن الشاعر يا محمد هو لسان حال المجتمع وهو الناطق باسم المكان اللي هو عاش فيه وابن بيئته بصورة أو بأخرى. الحكمة في بادية كردفان تحديدا عندها مكانة خاصة مش بس عند الشعراء عند كردفان بكل إنسان سواء كانت سيدات سواء كانوا حكامات سواء كان الرجال المجالس المختلفة حتى عند الأطفال بنجد أنه في شيء من الحكمة. نعم هي الحكمة أصلا في الحقيقة يعني بتحل قضايا ومشاكل وبتبني في الصبح حل الصبح. فندعو المولى للدرب الصحيح يهدينا نكون في طورنا لا نتسبق المالي. ودام العافية عمة النفس طامينا نحمد الله عليه مروت المناعم فينا. إلهي استرنا من ريب بهدلات ومهازل وابعد شاننا من خاين اللغو المتخاذل. ما اهتمينا براي الصعوبة وعوازل راضيانين على النفس اللي بيطلع ونازل. كبارنا الوص ونار الفتنة ما نقود ليها نبعد من دفوها وكان علق فيها. طبيعة الدنيا ما بتخبرك بل فيها يوم تغريك ويوم بتخجبك صافيك. المحنة التفرتق جرحنا المطايب هي اللي بتغوطنا للشبكة اللي وراها مصايب. صاحب العقل يريس والحكم ليش شايب صديق الراي بحل وراي الكبار هو الصايب. بيدرب الصدق يا قينا واصل سيرك وابعد من محال كان فيها حالك طيرك. الوقت اللي بتشعل نارها بين فيرك منها بتنج وبقعوها المساكين غيرك.
كون مرام ومنك للرفاقة فوائد أو عاك تبقى مرمي وللمهالك غايد قرارك خلو ليحل المجالس صايد كل الغادة مرجع وللأشاوز عايد أمرك تركه ليك أفل المعية القادر قول الصح وبيشين الحديث لا تبادر. يا سلام مغادر الدنيا ما بتوريك بتخطف حاضر يوما فيها تصبح ومن ديارها تغادر يا خالق الورع كاف للجميع في الكعبة علينا الضاري تتسهل أمورنا الصعبة إلهي ميلنا يسر من مشقة وتعبة الدين الأمان زيل من قلوبنا الرعبة أحميه الوطن من كل فعيل شاد مضغط الاقتصاد خفف حروره الكاتمة أحفظ ناسه من يوم ظلمه تعاتمه والدين الأمان في الدين وحسن الخاتمة. يا سلام دين الأمان في الدين. يا سلام الأمان في الدين وحسن الخاتمة. كلمات جميلة جدا. نعم رأيك فيها؟ ود البسيط طبعا سطر كلام جميل جدا جدا والحكم دائما هي يعني بتجمل الشعر وبتحليه وبتزيده عزوبة. وصفه قالوا حقيقة نحن محتاجين له يعني زي ما قلنا قبيل في مفردات مفروض تدرس يعني في بعض المفردات كلمة السعوب مثلا السعوب عندنا طبعا هو زول يعني ضد الزول الناجح أي الخملة والحكم للشايب الما عنده كبير ما عنده دبير يعني بيقول لك ما عندك كبير شوف لك كبير يهديك ورايك إن عقدت تعمل بدون تشكيك إن صنط الشرارة تولع وتدفيك وصاحب الدين ببيعك ليل بدور يشريك إبليس اللعين بالشرب وسوس ليك بينك وبين أخوك بعمل لك ونسيك ميك إن حاربته بالخير إن ذكر طاريك وإن تابعته من كاس الملام برويك فدي طبعا ذكر الحكم للشايب دائما الناس اللي بيقدوها قالوا بهاديها فالشايب هو اللي بيوري يعني بيبصر الناس بالشيء الحاصل واعمل كده وسوي كده وما عندك ما عندك كبير ما عندك دبير. نعم من الحاجات اللي بتحبها جدا يا استاذ احمد انك يعني تحاول تترجم الشعر يعني والقصص والحكاوي والاشعار ويمكن الباديه مشهوره بانه كثير من تفاصيلها سواء كانت مسادير لرحلات طويله سواء كانت شاي ممكن من خلاله والنم وغيره من التفاصيل دي بضروره بيكون لقيتك كثير من المواقف. نعم. والمواقف دي ممكن تبقى مواقف طريفة جدا أنا شايفة محمد ضحك طوالي ما قلنا مواقف دي فشكله في مواقف مشتركة بيناتكم شنو المواقف الجميلة اللي بتلاقيكم عموما في موضوع الشعر وفي ترجمته وفي تفاصيله وناس ممكن تكون ما بتفهم الجمل والكلمات اللي بتكون هي بصورة أو بأخرى عندها علاقة بالمنطقة. نعم حقيقة هي يعني أصله المواقف كثيرة جدا جدا والطرائف كثيرة وأذكر يعني مرة من المرات عندنا واحد أخونا اسمه الطيب جاته طيرة الفرة دخلت الدكان والناس بيجوا يسألوا منها دي جبتها من وين ولقيتها وين والواحد يندير له واحدة زي ده بيلقاها وين هو طبعا ناس الخليج بيسموها الطائرة السمان ونحن هنا بنسميها الفرة فقمنا عملنا معها حوار صحفي جبنا الورق وجبنا القلم وجبنا له كرسي قعدناه فوقه وجبنا لها حاجة باردة تشرب وجبنا منديل ورق إذا بكت تقص دمعاتها وأجرينا معاها حوار صحفي أول سؤال قلنا لها سألتك بالإله بالله يا فراية كده ورينا كيفين جيتي من وين جاية سرك يبقى سري كاتم عندي براية طيران الخلا شايفك قلبتي حباية ما شفنا أن في رقبال بيسعوس عاية وفي الخلا في الصميم لقيت فريخ لأرماية نقول جيت للسوق وإن هديت هداية ولا مندوبة للبندر وناس رداية بكت وشالت من دي الورق قشت دمعاتها طبعا الناس هيكونوا متوقعين الكلام ده كله بيتكلموا عن الطيرة عن الطيرة نعم المؤتمر ده كله معقود ليها هي تفضل نعم قالت ما شايفيني كل يوم زايدة فيه وكاية ومن فرق الحبيب عيني انقطع وكاية فاقد العز فاقد الراحة فاقد هناية فاقد مناية فاقد قبيلتي فاقد جناية وحات رب البيعة ودوتها في موصلاية جاء من الحار وهاك خبرا أكيد ما هو شاية لا جاء من الرغيف لا مويت الكوباية لا هي في مروحة ولا جاء طالبة قراية قلنا للمقدمة ديك بالنها منك كده وريني القصة لحركتك لحد ما جابتك هنا شنو قالت أصله معي فرفور بيتي وتومها ظريف فرفور وشوفنا حريقة قلنا نطوف عليها نزور فيها جراد وفيها بجندي وازعزور وقلنا نعيش هناك مجد ونعيم وسرور طبعا حذرت أولادها قالت له فرفور جناي خليك أبقى جواري ويا فرفورة أوعد بعد غادي تباري
شاف له جراده فرفور طار وراه احباري خطفوا الباشي كان ملعون وقطع الطاري. وجات فرفور عشان توريني بشي كان، ومن الخوف كمان طلعت عيونه مكان. بيني وبينها جحارم قدام يا فلان قبل توصلني كان كابسه والدفان. قالت ما لي قدره لا الباشك ولا بدفان. وبكت الكبده ترعى في دم وراسيمه لا نسوي شنو. بدور ارجع على الحبان بشوف كلاب وقناصا يرف عجلان. قلنا له القناصه طيرين فيكي غاز يعني ما يقالوا حفره يا رب تعتر ليه. لا بتشبع الفرايه لا بتغني غير فرار. ثاني شايل شنو في ايده؟ قالت شفقاني دو في سفروق ويسوي بر. ويختي الفوق لا بخاف شوك ولا بخاف حر. قلت يا الله صياد الطيور ينضر وصقر الجو كمان يصبح مقوت للضر. ها قلنا له يا فرش ان سويتي؟ على ما رجفت على ما صرخت على ما بقيتي؟ لقيتي لي القشيش وسربتي وضاريتي ولا هربتي من سفروق وش سويتي؟ قالت نان قدامي الحريقه وبوراي سفروق وحيطاني الكلاب واقفات غروب وشروق اسوي شنو؟ وجو فيه صقار فوق ولا تفرح حزبي نفسي هنا في السوق. قلنا له كيفين جيتي داخل السوق؟ وريشك ريش ريش انقسموه ما بحك لا في الرايه لا مقردون ولا الغرنوك خلاص هجرنوا حتى انا اللي بيقول انقوب. قالت مما جيت داخل السوق لقيت شماش له عضلات له شدوب لما علي جماعته وربي له نعوق الشعوبيه قدام كافه المخلوق. قلنا لك كده وصفينا الشماش ده ان نبحث عنه كان ببوليسنا ولا بالبوليس الدولي. قالت الشماش له عضلات له شدوق من الشفقه طاير جسمه كله عروق. لقاني فترته في جسم التعب مدفوق وجناحي من التعب رخرخ صبح ممحوق. لكن الله نغزني به احمد ولد جودات جوجح فوقي بالخير طرد الليدات. وصلت سليمه نحمد رافع السماوات والطيب ظريف لي تمام الراحات. ونحمد ربي اتعافيت بقيت مرتاحه وتكيفت للطيب بكل صراحه. السماني نور لي ضو الساحه والجيران تراحمهم بيزيدني سماحه. اخر شيء قلنا له بعد ديف هكذا ايه ناقص لك ايه وريني. قالت زوجي واولادي غره عيني بدور جو الخلا ايام الرشاش والعين مره اطير ومره تجري بيك عيني مره اطير ومره تجري بيك عيني. شكل المناديل بعد ذاك شالوها الناس معاه ان شاء الله. نعم هم اللي حيكونوا تاثروا بالموقف. نعم محمد بتلاقيك مواقف يعني ممكن تكون هي ما بين الطرافه وما بين الفرح وما بين الحزن وما بين انها قضيه مستك وكتبت فيها. والله يا اخ كثير الطرايف بتمر بينا ومرت بي كثير من الطرايف لكن من طرايف الحزن نترحم على الاخ العزيز ضفع الله حماد من اهل الجوامعه. هو زول معانا يعني من قام وبيواصلنا وكان معانا يعني في البيت وكانت في مناسبه في البيت في بيتنا وجا حصل المناسبه دي من اهله وطبعا بلد شبكتها شويه تعبان اهله ما حصلهم توفى ربنا يرحمه ان شاء الله ربنا يرحمه. اتصلت انا كذا نعم وسالته منه فاجاوني قال لي توفى. يترحم عليه وعلى اهله في قريه مزدلفه وغربهم دم حاجة يعني. كان شاركني في المسيه اخونا خالد الشني له تحيه. فالغدر المسطر للمفارق ناقضه في قلوبنا التريف يمر الصنوبر واقضه أم حزن بعلقة في الحلقنا وعاقده كم خطفت عزيز من بيته أصبح فاقده رحل الزين فضايله البحس وما بعدوها تيلاد البسون والجارة ما بهدوها والدليد ناب تحسب اللي بدوها يمين خانته تسعير راجل أفسدوها رحل الجود وافر ومد موخ التاي حدب اللي بشيل فيقه يحيقدل ساي رحل السد بتلي بيقول لقيف لا جاي رحل اللي بدخل الشبكه اللي قاهن ياي رحل القدم من ضيوف الليالي شطيطه رحل ضفع الله اخوي النار فراقه وطيطه بكف المكركر في حشم مربيطه تمساح العشاري لفخه برميش حيطه وصفك بكس حد ما وصفك نظامنا وفرقك ملا يا دمعك حرق هدامنا وين الكل ما جات واجبه في صدامنا رحل القدر الكبده وطحن عضامنا شلت البصخة روحه بعبي فرقتي وشلت يا دنيا ظهري سيف لقاي ومرقتي يا ريت زادك عم تجيب لقاي قطاي ودرقتي يا ريت
قبل يا روحي العزيزة ملكتي شلتي ليه يا دنيا دايما في العزاز بتجري وليه يا دنيا كان ما حزنتي ما بتسري كيف هذا منك يا الدوام بتخري قبال كمتي غارزة بقيتي يود بتدري فقدك يا العزيز شلع مكان تنساد حردان مرشم عزت عليك وحادة كم فاني العبوس كم لشوامخ حادة يوم حصل الغدر قدر الأيام العادة بركة الأنزل الدخان والصافات وصورة العصر والرحمن والحجرات تدخل الجنة سالم بأمان وثبات نعيم الخلد تسكن فوق علو بركات نعيم الخلد تسكن فوق علو بركات الله الرحمن المغفرة وما قصرت معه في المرثية وأصدق الشعر يعني شعر الرساء لذلك يعني قد يتغزل الإنسان أو يقول في الفراسة أو في أشياء ثانية لكن شعر الرساء هو أصدق الشعر لأنه بيطلع من جوا واحد من عمد الجعلين كان توفى ورساه واحد بطحاني قال جلوسه معانا زي تمر الخليج بيناتنا لزلاتنا يغفر ويحكي بحسناتنا بالإنسان بالإحسان ملكنا وطوطوين لسناتنا عرضنا عرضه بالعفة وبناته وبناتنا الرباعية دي أخذناها من أخونا محمد الفاتح أبو عاقلة ومرة اتصل على أخونا أحمد حسن الشفيع لهم التحية من هنا وشعر الرساء يعني هو الشعر المتين الباسطهن زول صغير في سنه لكن يعني فحل في معانيه وفي كلماته وكونه يعني كأنه يكتب عن شخصية يعني كانت موجودة فيه بالعمق وبالكلمات دي فبالضرورة يعني شاعر شامل أنا عاوز أجيك أستاذ أحمد لأنه يعني المرأة عندها دورها الكبير في كردفان نعم. تحديداً ودور الأكبر كحكامة وكملهمة للشاعر وكركيزة أساسية من ركائز المجتمع مش بس في البيت في المجتمع ككل المرأة في كردفان ودور العظيم اللي بتقوم به نعم المرأة عندنا في كردفان حقيقة يعني عندها أدوار كبيرة جدا يعني في الأفراح وفي الأتراح وفي كرم الضيوف وفي أشياء كثيرة جدا يعني عندنا هناك الحرمة في كردفان لو حتى جو ضيوف وسيد البيت كان ما في بتحلف عليهم وإذا ما قعدوا يمكن ترفع لهم ضبيحتهم إذا ما قعدوا لها مثلا وجلسوا عارفة أساليب الكرم نعم عارفة أساليب الكرم وكذلك يعني بتساهم في يعني في الأفراح مثلا تزوج بنتها مثلا واحد بتقوم بتعينه بأشياء كثيرة جدا بيجيب الذهب للبيت بيجيب الأشياء يعني الأصل حتى لو العريس ذاته كان ناقصه أشياء هي بتتمها له فأدوارها يعني في الكرم في المحن في أشياء كثيرة جدا جدا زي ما كانت زمان الصحابيات في زمن الحبيب المصطفى إنه بيسقن الجرحى وبآزرا المرضى وبقيفا في الصفوف فدورها يعني كبير جدا إحنا عاوزين نسمع من ضد الباسطه حاجه كده تدينا عن المراه وعن جمال المراه في كردفان وعن دورها العظيم اللي هي بتقوم به والله يا اخي تحيه للمراه تحيه لكردفان وتحيه للباديه لكن انا بعد رجلك عن الزمن الزمن الماضي والزمن الحاضر يمكن هو الزمن فلسفه فيه ما في فلسفه لا فلسفه في الزمن يعني عندك زي راي كده في تفاصيل الحاجات والله يا اخي في طبعا الماضي والان والحاضر اتغيرت العادات والتقاليد وحتى الحنيه ذاته يمكن قلت كان زمان التواصل والتوادد والترابط حاجات كثيره وثقافات الان انت شكلك كده هربت يا عبد الباسط من دور المراه نحن حنجيها في مجادعه في الغزل لكن في النقطه دي تحديدا انا عاوزه اتكلم معك في واحده من الحاجات اللي يمكن اختلفت حتى في الشعر يعني بيقال انه عموما الدوبيت بضروبه اتغير ما بين زمان وما بين الان والزمن يمكن لعب فيه دور كبير في انه اصبح الان ممكن زمان احنا كنا بنقول يا استاذ احمد انه هو ما مفهوم نعم. والناس ناس كثير ما بتقدر تفهم الكلمات اللي فيه بالنسبه لهم بيكون معقد الان بقى هو موجود في الشارع السوداني موجود في المنصات موجود في المنتديات موجود في القنوات بقت عنده منابر كثيره ده برضه عنده علاقه بالزمن والله يا أخي الزمن حقيقة هو عنده يعني يمكن أسي الآن بقى الشعر في أي مكان الخرطوم الآن بقت كلها دوبيت وأقاني ربابة وناس رياف يعني
لكن الزمن الماضي هو الزمن الحاضر في اختلاف كبير. وانا بقرا لك من نص جميل البحر القصير. يا احلى الجبال، زمن العطور خمره في ليل، زمن الشقاق فيه الحجيل، زمن الخبير كان الدليل، والباجي بيمشيه الحريف، زمن العرب مرحاتها فوق، دمروا اللعوت القمري قوق، عزلوا البهم جزول روق، ساق المزي رفن بروق، والبادي عماها الخريف، زمن الورود فوق الحفير، زمن الضحاوي مات نفير، جابوا الدعول عاصوا الفطير، الناس حنان والخير وفير، سكونهم الشقة وصريف، زمن الدبس راقات حقب، زمن الصقيع الزيف وهب، بالتشدر ربوه رب، جابوا السمن كبوه كب، هزوه فوق سعنا خفيف، زمن المروة في الطريق، حكمة لبيب تطفي الحريق، بالطايب الجرح على غريق، والبرق بتعشي الفريق، بتعلق السقدم سفيف، زمن الشديد حصر وبديد، زمن المريد فات لنه قيد، كان باقي الراية العقيد، بفتي بحكمه وبفيد، بسمع الشاف والكفيف، زمن المخل بال لنه بل، زمن الجحاف جراسة تل، زمن المطامير في المحل، دانوا اللحو شد الرحل، مدنه بقلب النظيف، زمن الضعن عامر المراح، شاهي اللبن قنان وفاح، زمن ابوي تتكالفين وصاح، يهدر ويصر رجليه الصباح، حباله شاتيه النفيف، زمن الهبيل واللندراب، هزوا الحليب في السعن راب، شال على البروق عام السحاب، زمن الصبي بقاوي الصعاب، اجدادنا بتراش الضعيف، زمن الجمال كان صح جمال، زمن المشاط الديس وطال، زمن المراويد للدلال، زمن التايب يتشابه الغزال، محتشمه ما بتلبس رهيف، ودع زمان الحاشمات، وسع زمن فيه البنات، جدع النقاب عاريات، من لهيب ما خايفات، واليوف مقط طعب النزيف، ويا زمن من رجع كيف، الحي بيموت واليوم بقي في اللي سترك، يا لطيف فينا خيم الليل المخيف، في اللي سترك يا لطيف فينا خيم الليل المخيف. يا سلام يا سلام، والله نحن رجعنا معك لزمان ذاته يعني، ويا ريت ايام زمان ترجع. يا سلام، ما بين زمان والان يا استاذ. نعم، حقيقه هو زمن قبيل يعني، كان الزمن فيه الاصاله، الزمن هو ذاته نعيبه زماننا، والعيب فينا، وما لزمان عيب سوانا. الزمن هي 24 ساعه يعني، ما زادت ولا نقصت، وال 12 ساعه في اليوم، قد تطول في الشتاء وتقصر في الصيف، لكن الزمن يا هو الزمن، لكن تغيرت الناس طبايعهم. زمان يعني الجار بتتناول منه الشيء اللي انت محتاج له اصلا، وهو يفقدك قبل ما انت تمد له يدك. قال زمن العطور خمره وفي ليل. ايوه وفي ليل، هنا طبعا في ليل في ليل، لكن في ليل للدوره الشعريه، لانه القافيه طبعا بين لام. زمن الدعول طبعا الناس بتطبخ الدعول اللي هو المسمن يعني، البهيمه السمينه بيسمنوها، ما بده الباطله ولا بده الضعيفه ولا سنا كبيره. الدعول هو باعتباره النفير. نعم ضحاوي الناس يعني كانت اي النفير، طبعا كان الناس بيساعدوا بالنفير يعني، اذا كان محمد مثلا مشى يزرع، اقصد الباسطو مشى يزرع، الناس كلهم بيقوموا معه، الحي كله بيقوم. واللي طبعا شيخ الحله طبعا نعم، ده زمن النفير. وقبيل ذكر طبعا زمن الفحل، طبعا يهرج يصرج للصباح. الفحل طبعا هو الجمل الهاي زي ما بسموه الكيك، يصرج للصباح معناه هاي، وهو ذاته معناه بأزول البكرم جمله وبأكله وبديه، معناه زي الجمل ضعيف وباطل. فذكر مرة التقبيل، ذكرت طبعا المرأة جينا فيها طبعا، ذكر واحد اخونا اسمه محمد الامين طبعا من اولاد البطاحين، انا معكش له التحيه من هنا، وكنا قاعدين، الكلام ده كان في السعوديه، فجبت لي كلام كده هو حكمه يعني، بتقول الدنيا بتهينك والزمان بوريك، وقل المال بيبعدك من بنات واديك. قال لي يا اخي الكلام ده جميل يا اخي، انت ما تتمه. قلت لي ها، هو قال الكلام ده، قلت يا اخي كلامك ده جميل جدا ربيعه. قال لي والله انا ما حافظها كلها وانا ما شاعر، لكن طالما انت شاعر تمها من عندك. فانشغل لهم كانوا بيلعبوا طبعا،
ومسكت الكراس حقهم اللي كانوا مسجلوا فوقه، فقمت لما اتلفت لقاها زي 28 رباعية. يا سلام، قول علينا. نذكر منها جزء، قال الدنيا بتهينك والزمان بوريك وقل المال ببعدك من بنات وهذيك، قلنا اطفرك اللي بينبت من اصابع يديك ان سويته مرواد بفقعن عينيك. المال ضل ضحى مهما بقي مباريك لابد من يزول منك وحير بيك. ما تصادق كذوب بمسحر وبيغريك زي لبن العشر ان صاد عينيك بيعميك. الشاي للشرى لابد تبقى فريق والمكتوب ليك من غير شك تاتيك. ابراين قصير في حارتك ما بديك والتابع الدجاج طار بيسموه ديك. اسمع راي ابوك وافعل بما يوصيك وسيب من يضحكك وافعل بما يبكيك. ترى العاريه ان لابسها ما بتكسيك والراكب قطر سيد بكره ما بباريك. مو طبع الرجال الزله والتبريك وفي اليوم العبوس يسهر ويبين الكيك. في نوح تستخف به تشوفه ما مساويك ساحة الحارة تبقى يقطعك ويشويك. والكبسورة نار ما بتحمل الحكحيك. القلب الصميم ما بهمعوك ونجيك. الخوافة نكره وبعده ما يعاديك والخوف والبخل بقتل سنين ماضيك. وقلنا هناك قبيل ما عندك كبير شوف لك كبير يهديك. ورايك انعقدت تعمل بدون تشكيك. ان صمت الشرارة تولع وتدفيك وصاحب الدين ببيعك ليل بدور يشريك. ابليس اللعين بالخير ابليس اللعين بالشرب وسويس ليك. بينك وبين اخوك بعمل لكم سيكميك. ان حاربته بالخير ان ذكر طريق وان تابعته من كاس الملام برويك. ومو طبع الرجال الزله والتبريك وفي اليوم العبوس يسهر وبين الكيك. في نوح تستخبي شوف ما مساويك وساعه الحاره تبقى يقطعك ويشويك. يا سلام يا سلام. يا اخي والله قوي. احنا مستمتعين طبعا في حضره الباديه وفي حضره الدوبات وتفاصيل والسمحه ودلباصتهم المعروف في الباديه بصوره عامه وفي السودان ككل بانه الحماس عندهم عاليه وانه الشعر تحديدا في الحماس والدوبات في الحماس يمكن هو القاسم المشترك الاعظم في كل المجتمع بصوره عامه وبلا استثناء. عاوزين نسمع منك حماس. ربك وحباب الحماس يا حبابك نسمع. اولاد البيت وابليس ينسكر ما بطله ضيوفهم ديما افواج ديل تشد ديل دلو. يا سلام. الفزبه اللي في يزيد وجفل من ظل مواكبين ضبح للضيفان والفاعل. يا سلام. طيب الفرسه مغروس وانطبع في شنابكم اتد هم للضيف ما اللي بتكفلوا بابكم. الغوش الغرد فوق عامة الوكر بين يابكم اهلا بيكم والتلبه النشامه حبابكم. اهلي نشامه ميراث من فضائل الخير. وهل البدفع بحلقا بخرط الدير جود حاتم التاريخ فاتو كتير وفيكم طبع باركم تملي وفير تلبت فرس جود ونشامة نمورا ضاسع عن ساعة المغاركة جامة مدافع عرك ماكم ناس جلوب وعمامة كفوفكم خط ليقي في المحيط هدامة. نحن صبينا أبشر بالقوة أبشر الخير والله. نحن صبينا عن ساعة المعارك شاز بغير الصف فرسة بلاطي من الرزاز. نحن نقول غير تصني صفوف وحياز قصدي العامة في السودان خيار وعزاز. أبشر أبشر بالقوة أبشر والله أبشر أبشر. نحن لما نقول نحن يعني ما قبلية ولا تحيز. نعم. ولكن حب الوطن ببدأ من البيت. جميل. نحن دي طبعا باحتوار حق الوطن كله يعني. نعم. هذول لما نتكلم باسم الدولة أو باسم السودان ككل باعتباره مثل سودان كله. وانتم هسه ممثلين السودان كله. نعم. بكل تفاصيله. استاذ احمد واحمد قلباوي ومحمد الامين ودل باصتهم نحن يمكن وصلنا لختام وهم بيقول لي الزمن وانا يعني في حضره الدوبات صراحه خلينا اقول بنجذب زي حال كل السودانيين. لكن ختاما احنا عاوزين نسمع منكم مجادعه فلو سمح الوقت. في الكنترول قالوا لي لو دارت واصلي لسه ما حواصلي. طيب نحن حنسمع منكم مجادعه اخيره رايكم شنو؟ ابشري. جميل. حرفك سين واسمك في الكتاب مذكور جمالك فطره منقود من بنات الحور. خدي طيب ولا صفاق بلابل النور وجهك دائره البدر الطبق للدور. حرف سين 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 سياده وفي الجمال له السياده في الوصف سمري وساده ومزق الجوبه وداده. بتلخرف من ابكار ضواحي قفره بتنقد فوق عدار متعافيه ما هي قفره. الهضلي مناعم في المشاط والضفره مني قلبي فوق جنباته محفور حفره. وهو يا ليك تمنيت يا ريت من سلافه دن هواك رويت انت جابها اصف ونكروا البيت ولا الفيل حرم قبلت يوم حجيت. سلام. شتل الجنان باوقه مع بير انفاح نيل فرعها النسام عقبان لاح
عيونك ناعسه مكحولات وفيها ما احسنونك فرت قبل البسري صباح. عيونك ديل معرموشك بخربن طبعي يا سهمك محرب لاصطيادي ولبعي. يا سلام. ارجوك السماح من الدقائق سبعي فيه نوصي ويتشهد وحزي ربعي. يا سلام. وارثه اصاله من خوالك اخوان امي. لابسه العزو شاح من تال ابوكي وعمك. شتلت المشرق النديانة بارد شمك براطم كونه زي رمان وطيب فمك. شن تجبه بلا المفتولة في المروية أرضها خصبة ما نجروها بيطورية حلوة أينعت عند الوصف لبنية لكن في النصاح حبتها وازنة وقية. يا سلام. شاف الملوح فوق بداري زمانه كان غنالة بشعره البديع والحان ليلة عشانها بيساها وبيفارق أحزانه أكيد بيدعافها من حزن الأسف نسيان. واحدة منها التوبة بكركر وبقري هي واحدة فراكها يفقر وليمها يغني الفقري عشان خلاكها قال لي اداي جري ودقري على والدها منها تاني قفلي وعقري. كيسك واقع على الاكتاف وجال ويتعقد جمالك فصل من اصل العروبة تنقد عشوقك ديما سهران في الليالي سقد حرقان قلبه بجمر الصنوبر الوقد. ديسك روبة من الصفافير لجة وريقك رغوة الصهباء الفصيل هم لجة فرقك منه انسان عيني ساقد ولج نفسك مسكت البسط تضرب اللجة. يا سلام. جبينك طلعت الشمس اللي بضوي شروكها غوامك مطرق البان الروية عروكها يا سبتيني من ريت قواسي فروكها نفسك حيفة السحب اللي تضوي بروكها. والله بباسطهم استاذ احمد احنا لسه ما حننتهي من الجمال ان احنا في حضرته وميزون به. خلينا نقف هنا ويمكن للاسف الزمن هو ما كان منصف معنا من خلال اللقاء ده. شكرا لك كثير استاذ احمد قلباي الشاعر والباحث لك التحيه. وليك التحيه كمان محمد الامين وضل باسطهم الشاعر ونحن يمكن في حضره الدوبيت وفي حضره شعر الباديه والباديه مجملا كانسان وكمنطقه وكجغرافيا وكمكان بننجذب لكم التحيه وشكرا كمان متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا. دي كانت حلقتنا لليله نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بها. نلقاكم عافيه ان شاء الله.